والله بدأت عملية تمع السلام كانت المي غير متوفرة والكهرباء غير متوفرة، يعني كانت المي مرتبطة بالكهرب، إذا توصل لمناطق الحزب كهرب مي تجي كهرب، تنقطع المي تنقطع الكهرب، يعني مرتبطة ببعض. بس هسه لا تحسن الوضع، يعني صار في كهرباء شركة الطاقة التركية إيك إنرجي، وفي مي تجي المي ما تنقطع حاليا، يعني يمكن مرات أحيانا تقطع لها. الوضع يعني تحسن من بداية عملية تبع السلام لحد الآن. والله من التحرير هلا، يعني كانت بالبداية يعني بلد منكوبة طالعة من حرب، بلش والله الله يعطيه العافية، يعني شوي شوي تزبط الأمور من ناحية المياه، من ناحية النظافة، من ناحية البلدية، يعني في أمور كثير اختلفت من التحرير هلا. لا هلا الوضع ممتاز، هلا بالنسبة للنظافة الوضع ممتاز، يعني الله يعطيه العافية. بس أنا بتمنى منهم يعني إنه يساوونا هيك شيء يعني للبيئة، إنه مثل منظر يعني حاويات أنت أكبر قدر، يعني من المبدأ هذا. الله يعطيك العافية. أول أنا معكم مصطفى التركاوي صاحب محل تجاري بسوق رأس العين. الوضع الاقتصادي يعني شبه جيد، ارتفاع الأسعار وارتفاع الليرة التركية وارتفاع الدولار، فالوضع المعيشي صعب جدا. بالنسبة لموضوع النظافة، النظافة يعني فوق الوسط. الكهرباء الحمد لله 24 ساعة تمام، يعني الكهرباء ممتازة، بس العالم قاعد تشكي من أسعار الكهرباء. يعني اليوم المواطن دخله ضعيف جدا، يعني يمكن 100 ليرة تركي ما عم تكفيه 3 أيام، فاللي ما عنده دخل شي يساوي بحاله بالأيام هذه، يعني شوب وفي مصروف كهرباء براد وكذا. فياريت يعني يكون في تخفيض الأسعار مو غلاء للأسعار. والموضوع المياه يعني جيدة جدا، ما عم نشكي فيها من شهر وجاي الحمد لله تمام. بالنسبة لموضوع التعليم، موضوع التعليم جيد، مثل المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، في اهتمام كبير بهالمراحل هاي من خلال اللغة العربية، الإنجليزية، الرياضيات، وإضافة على ذلك حلقات تحفيظ القرآن كمان كثير جيدة بهالمراحل هاي. بس احنا موضوعنا ما بعد الثانوية، جامعات ما في بالبلد ومعاهد ما في، يعني أتمنى بيوم من الأيام إنه يفتحوا لنا هون جامعات أو معاهد عشان الإنسان يقدر يكمل مرحلته التعليمية والدراسة، مثل ما يقول المثل الشاير، اطلب العلم ولو كان في الصين. والله النظافة يعني بالنسبة للنظافة برأس العين، أنا أشوف إنه أعمال البلدية يعني عم يبذلوا مجهود كبير، كثير كبير. أنا يوميا مثلا أجي من بيتي للشغل ألاحظ عليهم أنه عم يبذلوا مجهود كبير، بس صراحة يعني الشعب ما عم يتساعد معاهم أبدا أبدا، يعني ما في مساعدة من الشعب أبدا، صفر. من ناحية الفوضى، يعني تجي تلاقي مثلا البيوت كل واحد يكب يعني عشوائي، حتى أنه حطوا حاويات أو سطول هيك صغيرة لحتى العالم تحط فيها الزبالة انسرقت. وحتى لاحظت اليوم انه كانوا عم يعمروا حاويات ثابته، يعني فانا برايي لازم يكون في توعيه للشعب من ناحيه النظافه. يعني الجماعه قلت لك عمال النظافه تبعين البلديه عم يبذلوا مجهود كبير، ما عم يقصروا ابدا.